التعديلات اللي قامت بإجراءها الفنانة أحلام على فساتينها لحضور حفل جوي أوردز. خطفت الفنانة أحلام الأنظار من خلال حضورها حفل توزيع الجوائز جوي أوردز، حيث بدت بشكل رائع بفقدانها الملحوظ للوزن، وتألقت كعادتها بفساتين رائعة أبرزت هذا القوام، حيث ارتدت فستان لونه أحمر وتم تبطين الجزء الأمامي من الفستان وتم تزويده بالأكمام، والفستان قام بتصميمه أنطوان قارح في مجموعته للأزياء الراقية 2022. وتألقت الفنانة أحلام خلال الحفل بفستان آخر أسود اللون تم تبطينه، حيث بيتناسب مع ذوق الفنانة أحلام المحتشم ومناسب لقوامها، وهو من تصميم زهير مراد المصمم اللبناني، وهو من مجموعة الراقية للأزياء الرائعة لصيف 2018. وتألقت بلمساتها الخاصة والرقيقة من الميك أب. عبرت الفنانة أحلام عن سرورها بحضور حفل جوي أوردز، وأعربت عن سعادتها بتوجيه كلمة لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عن تصميم حدث كهذا الحدث العالمي. والفنانة أحلام هي فنانة إماراتية أطلق عليها نجمة الخليج، وهي الأعلى أجر في إحياء الحفلات في الوطن العربي، وهي من أوائل الفنانات في الخليج اللي غنت في تونس في مهرجان قرطاج وفي العديد من الدول العربية. ومن المعروف عن الفنانة أحلام إنها متألقة أينما وجدت، ودائماً بتلفت الأنظار بأناقتها واحتشامها ورقة الذوق الخاصة فيها. وأقيم حفل جوي أوردز الخميس 27 من يناير، وحضر الحفل عدد من نجوم العالم العربي، كما حضر الحفل نجم بوليوود سلمان خان ونجم هوليوود جون ترافولتا، وتم تكريمهم خلال فعاليات المهرجان. وقدم عدد من نجوم العالم العربي فقرات غنائية، من بينهم نانسي عجرم وأصالة وأحلام وإليسا وكاظم الساهر وماجد المهندس ومحمد حمائي.